تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده وهنتكلم على لايف ستايل المينيماليزم. ايه هو لايف ستايل المينيماليزم وازاي ساعدني ان اخسر وزن كتير من وزني، كمان ساعدني ان اوفر فلوس كتير وبالفلوس دي اقدر اسافر وازور الاماكن اللي نفسي ازورها. اللايف ستايل ده بدأته من سنة 2016 لما بدأت اعيش لوحدي في شقتي لوحدي. الفكرة جاتلي من بيا جونسون، هي امرأة فرنسية اتبعت اللايف ستايل ده من 2008. الفكرة كلها جات لها ان كانت كل حاجة متغلفة ببلاستيك، كل حاجة معمول لها رابنج، فقالت لا انا عايزة اعيش في حياة صديقة للبيئة بدون بلاستيك كتير، بدون ويست، زبالة كتير بتطلع من البيت سواء من الشوبينج سواء لللبس سواء للأكل سواء حاجات طلبات للبيت. فقالت لا انا عايزة اعيش في لايف ستايل ان ما يطلعش من بيتي اي سلة مهملات. وفعلا هي ابتدت اللايف ستايل ده من سنة 2008 لغاية 2018 لما كنت بدأت اتابعها. كانت مطلعة يعني كل الزبالة بتاعتها او سلة المهملات بتاعتها عبارة عن برطمان قد كده، هو دي سلة المهملات بتاعتها تقريبا في 10 سنين. فعجبتني الفكرة وقلت طب ليه لأ ما اتبعها واشوف تأثير اللايف ستايل ده هيأثر عليا ازاي او ايه البوستيف افكت منه عليا زي ما اثر على بيا جون. صراحة انا شفت الفيديو بتاعها لما كانوا بيصوروا بيتها واللايف ستايل بتاعها، بصراحة راحة نفسية، بتحسوا بسلام داخلي جوه بيتها، بتحسوا ان هي مرتبة، كل حاجة كده يعني 1 2 3 والدنيا بسيطة، مفيش الهرجلة، مفيش شغل الدواليب وتحت السرير وفوق الدولاب والكلام ده، الحياة بسيطة جدا. فقلت انا هتبع اللايف ستايل ده واشوف تأثيره ايه عليا. وفعلا في 2016 لما بدأت اعيش لوحدي وبدأت اسكن لوحدي، وكنت عملت فيديو عن الاستقلال بنفسي في ظل مجتمع شرقي، هحط لكم لينك الفيديو في الديسكريبشن بوكس، وانا متأكدة الفيديو ده هيفيدكم جدا. وكل سلسلة حلقات بنات انا حطها في بلاي ليست اسمها دردشة بنات، اتفرجوا على الفيديوهات كلها انا متاكده هتفيدكم جدا. اتبعت اللايف ستايل ده في سنه 2016 لما بدات اعيش لوحدي في بيتي في شقتي، نظمت حياتي، كنت بروح السوبر ماركت باكياس القماش بتاعتي، رحت جبت اكياس من الكتان، سوري جبت قماش، اشتريت قماش من الكتان او قماش ووتر بروف كده سيمي ووتر بروف، اشتريته وقصقصته وبعد كده خيطته وعملت منه شنط. الشنط دي بقدر اروح بيها السوبر ماركت او اقدر اروح اللوكال ماركت واعمل شوبينج سواء للخضار للفاكهة او اي حاجة طلبات البيت بشتريها جوه اكياس قماش. طبعا في الاول لما كنت بروح اشتري من سوبر ماركتات الهايبر ماركت زي كارفور ومترو والكلام ده، فكانوا في الاول يقولي ايه ده معاكي، لا الحاجات دي ممنوع تدخل السوبر ماركت ممنوع، فكانوا بيسيبوها بره. فبدات اعمل ايه، البس باك باك بتاعتي واحط فيها العلب اللي اقدر استخدمها كذا مره واكياس قماش. كنت ادخل السوبر ماركت معايا شنطه الباك باك بتاعتي شنطه الظهر، ادخل لو عايزه جبنه بره كده بطلع العلبه البلاستيك واقول له ممكن لو سمحتي تحطي لي الجبنه هنا، ممكن لو سمحتي تطلع لي اكياس، ادي له كيس القماش يحط لي مثلا خضار فاكهه، بس كنت بستخدم اكياس القماش للخضار والفاكهه اللي هي المش اللي هي الشفافه اللي هي المخرمه عشان برضو على الكاشير تسهلي له الفكره او الموضوع بصفه عامه. وصراحه لما كنت بتفرج على الفيديو بتاع بيا جون الهمني كتير جدا، حياتها البسيطه الهاديه النظيفه المرتبه اللي تمنيت ان هي فعلا تكون حياتي. هي اسرتها عباره عن هي وزوجها وولدين والكلب بتاعها اسمه زيزو، وعملت كتاب مشهور جدا اسمه زيرو ويست هوم، بيت بدون مهملات، زيرو ويست، بدون كمامه، بدون باسكت زباله. لما كانت بتروح السوبر ماركت عشان تعمل شوبينج وتطلع الجرات بتاعتها الازاز يقول لها انت ليه مش عايزه نعمل لك رابنج في بلاستيك، تقول اصلا ما عنديش سله مهملات في البيت. اتفرجت على البيت بتاعها وشفت السلام الداخلي اللي جواه والنظافه والترتيب وكل حاجه كده انيقه وبسيطه. بيتها بسيط جدا يا جماعه، ما فيش عفش كتير، ما فيش فرنيتشر كتير، ما فيش ديكوريشن والهرجله بتاعتنا والورد والفازات والانتيكات والتحف في كل حته، لا بيتها عباره عن ترابيزه كانه مسطره كله بالمسطره كده، وانا الحياه دي حسيتها ان انا فعلا اللي انا محتاجاها واتمنى اكون فيها. ولما دخلوا اوضه نومها لقوا الدولاب بتاعها عباره عن 15 قطعه لبس، حرفيا 15 قطعه لبس اللي هو عدى كل حاجه، عندها
مثلا 2 شوز واحد شبشب، عندها بنطلونين، عندها جبتين، عندها توب بليزر، عندها مثلا 5 بانتيز، عندها كل حاجه مترقمه، كل الدولاب بتاعتها عباره عن 15 قطعه. طيب بيقولوا لها طب لو انت بتعملي شوبينج ازاي بتشتري لبس جديد؟ قالت بروح اشتري من السكند هاند ستور، من الملابس اللي هي المستخدمه قبل كده وبتتباع بسعر رخيص، بلس ان هي ما بيكونش معمول لها، ما بتكونش ملفوفه باكياس بلاستيك والكلام ده، فبروح اخد القطعه بتاعتي، وفي المقابل لو انا شفت قطعه وعجبتني وعايزه اشتريها واخدها البيت بدخلها في المقابل عن قطعه عندي موجوده في البيت. وبكده ان هي مسيستم نظام بيتها او دولابها على 15 قطع، لو هي عايزه تشتري حاجه بتتخلى عن حاجه، لو عايزه تشتري حاجه جديده بتروح للسكند هاند الحاجات المستعمله وهكذا. ولما بتروح تعمل شوبينج بتروح السوبر ماركت، بتاخد الاجرات الازاز بتاعتها، بتاخد الاكياس القماش بتاعتها، بتعبي كل حاجه لا اما في ازاز لا اما في قماش عشان تقطع فكره استخدام البلاستيك. وهي عملت مبدا كده عندها 3 أو 4 كلمات ريفيوز، ان اي حاجه لما بتروحوا اي مكان مثلا في اوتيل بيدوكوا مثلا نوت بوك او كونفرنس مؤتمر بيدوكوا نوت بوك وقلم، لما بتروحوا اوتيل بيبقى فيه تويلتريز كده موجوده في الحمام، شويه سوق حاجات، انتوا بتاخدوا الحاجات دي معاكم؟ لا هي كانت بتعمل ريفيوز كانت بترفض الحاجات دي اي مكان بتروحوا، سواء حتى على الطياره بترفض ان هي تاخد وجبه الطيران اللي على الطياره، كانت بتاخد الاكل بتاعها، بتاخد ميلز بسيطه كده، بتاخد حاجات بسيطه هي تكون عاملاها من البيت عشان تقدر تاكلها على الطياره، عشان برضو معروف ان الوجبه بتاعه الطياره بتبقى متغلفه ببلاستيك. تاني كلمه ريديوس، بتقلل كل حاجه عندها في البيت، بتعمل يعني احنا معروف عندنا في مصر او في الدول العربيه عندنا بنخزن تحت السرير وفوق الدولاب وكل حته فيها تخزين، وعندنا الدولاب بتاعنا مليان لبس وفي لبس كتير جدا ما استخدمناهوش وما استعملناهوش، سايبينه في الدولاب من سنين كتيره ونقول هنلبسه او حاجات هنلبسها لما نخس، ودي ما بتحصلش يعني. فهي خلاص قالت ريديوس، اي حاجه بقالي شهر مثلا ما استخدمتهاش اتبرعت بيها او بتبيعها لسكند هاند. تالت كلمة ريسايكلينج، اي حاجة بتخش عندها البيت ينفع يعمل لها ريسايكل، اعادة تدوير. وهي هي من الاشخاص اللي هي صديقة للبيئة، طبعا هي بتمنع دخول البلاستيك عندها في البيت، بس لو اي حاجة طالعة من البيت بتاعها بتعمل له ريسايكلينج. رابع حاجة ان هي بتعمل الكومبوستنج، اللي هو يعني لو عندها بقية خضروات، او يعني الناس تقول طيب الخضار والفاكهة والحاجات اللي بتطلع من المطبخ وانت بتقطعي وبتنضفي الفاكهة، كانت بتاخد الحاجات دي وتعمل لها تحلل تحت الارض بحيث ان التربة تستفيد منها. اتبعت اللايف ستايل بتاعها ده، وبصراحه قعدت تقريبا عشان ابقى صريحه معاكم قعدت 9 شهور حرفيا ما بطلعش زباله من البيت. لو نفسي اكل شيبسي بعمله في البيت، لو نفسي في زبادي بعمله في البيت. اللايف ستايل ده ساعدني كتير جدا يا جماعه في صحتي، ان انا اكتسبت صحتي اهم حاجه، تاني حاجه وفرت فلوس كتير جدا لان كان عندي دايما بدائل، كل حاجه كان نفسي بشتهيها او نفسي فيها بتبقى متغلفه ببلاستيك، بفكر ازاي اعملها في البيت بشكل طبيعي صحي وبدون ما يعني يكون في ناتج مهملات منها، بلس ان هي تكون صحيه معموله بشكل طبيعي. يعني لو نفسي في زبده فول سوداني كنت بجيب السوداني بروح اشتري من اللوكال ماركت من الاسواق المحليه واحمصه، او حتى بحطه في الخلاط وبشويه ملح، ويعني انا احضر البينات بتاعي. اي حاجه بشتهيها كنت بعملها لنفسي بشكل صحي، ولما بتعملها بشكل صحي ما بتاكلوش كميه كبيره، فده ساعدني ان اخس او افقد كتير من وزني، لان طبعا زي الانسان القديم لما كان بيروح يصطاد لما كان بيجوع كان بيروح يصطاد، فعمليه الصيد دي كانت بيحرق فيها كتير. فانا لو بشتري حاجه لازم اروح اللوكال ماركت السوق المحلي اشتري الطلبات واقعد انظفها واغسلها واقعد احضرها عشان احضر الحاجه اللي انا نفسي، فدي كلها خطوات عملتها قبل ما اكل الحاجه اللي نفسي فيها، فبكون حرقت كتير، فبكون كمان ان انا طبختها او حضرتها بشكل صحي. اللايف ستايل ده هيساعدك كتير جدا منتلي، عقلك هتحسي بالصفاء الذهني، هتحسي بالسلام الداخلي، هتحسي ان انت صديقة البيئة، هتحسي ان انت انسانة مش مستهلكة عمالة تستهلكي حاجات عمالة على بطال. لان بيا جونسون قالت لما جت حسبتها لقيت ان سلة الزبالة بتاعتها عبارة عن فلوس. يعني انت لما بتروح تشتري مثلا علبة الجبنة من السوبر ماركت انت بتبقي دافعة تمن الجبنة وتمن العلبة
وتمن الاعلانات المكتوبه والطباعه والحاجات المكتوبه على العلبه، تمن الاعلانات المعموله للمنتج او الشركه ذات نفسها، تمن الستورينج التخزين، تمن الترانسبورتيشن، بتبقي دافعه تمن ده كله. الباكجينج بتبقى اكتر حاجه بتاخد فلوس، التغليف بتاع المنتج ذات نفسه يعني ربع الفلوس اللي انت دفعتيها. يعني لو دفعه مثلا دولار في ربعه بيبقى رايح في الباكجينج او التغليف، والتغليف ده العلبه دي بتعملي ايه؟ بترميها في الاخر. فانت سله المهملات بتاعتك دي عباره عن فلوس، بتقدر بفلوس. فبيا لما اتبعت اللايف ستايل بتاعها ده وفرت فلوس كتير جدا. تاني حاجه ان هي كانت بتفكر ازاي تشتري المنتج ده بشكل غير مغلف، فكانت بتروح للاسواق المحليه او الناس البسيطه عشان تشتري الحاجات، او حتى لو سوبر ماركت بتحاول على قد ما تقدر تاخد المنتجات اللي مش متغلفه. طبعا اللايف ستايل ده يعني صعب جدا في الدول العربيه اللي هو يتطبق، بره اسهل بكتير. يعني انا فاكره اول مره رحت كارفور بعلب بلاستيك، كنت بصراحه بستخدم علب بلاستيك بس بستخدمها كذا مره اللي هي الجود كواليتي، عشان بحس ان الازاز ممكن يتكسر مني تقيل شويه، فكنت بستسهل في البلاستيك اللي هو الجوده اللي هو التبر ويرز، بلس ان انا كان عندي الاكياس القماش بتاعتي او المش اللي كنت باخدها معايا. اول مره دخلت فيها كارفور بصراحه قال لي اطلعي يعني تقريبا طردوني بره، فقلت لا خلاص، فكنت بخبي الحاجه في شنطه الظهر بتاعتي واروح السوبر ماركت اطلب الاوردر بتاعي، يعني اطلب الحاجه واقول له طب معلش ممكن تحطها لي في العلبه دي. فكانوا بصراحه متعاونين معايا في الاول، كانوا بيستغربوني ويقولوا لي طب ليه وعشان ايه، فابدا اقول لهم ان انا بحاول ان انا اكون صديقه للبيئه اكتر، مش عايزه اهدر بلاستيك، بحاول ان انا حجم الجاربج او الزباله اللي تطلع من بيتي بحاول اقللها على قد ما تقدر. فكانوا بيحبوا الفكره جدا وكانوا فخورين جدا بيها، فبداوا يساعدوني اللي هو طب ماشي هاتي هاتي، ويساعدوني واطلع على الكاشير يبص لي كده يقول لي ايه الحاجات اللي انت جايبه، اقول له. فكان ده مبدا ان يعني كانت دي فرصه ان ابدا احكي عن التجربه اللي انا عايشاها. اللايف ستايل ده احسن، صحي، صديق للبيئه، بتحس ان انت انسانه فيكي سلام، بتساعدي حتى لو بتساعدي الارث الارض الكره الارضيه. فبداوا يعرفوني يحفظوني، فخلاص لما كنت مثلا اقول انا عايزه الحاجه الفلاني فين العلبه بتاعتك، فخلاص كانوا حفظوني. لما كنت اروح اللوكال ماركت اقول لهم لا لا ثواني مش عايزه اكياس بلاستيك، معايا كيس القماش بتاعي، فكانوا يستغربوني كده ويبصوا لي، بعد كده يقولوا لي معاكي الكيس بتاعك، اقول لهم اه، فبقوا خلاص يعرفوا. لما بروح اجيب التوابل او البقوليات او البهارات بروح اجيبها من المحلات اللي هي بتاعت العطاره، تمام. كنت عامله اكياس مخصصه للعطاره صغيره كده، واروح انا اعمل لفه كده واقعد، خلاص هم حفظوني سيبوها براحتها، هي بتحب تعبي حاجتها لوحدها. فكنت اروح اخد جوله واقعد اعبي في الاكياس القماش بتاعتي او البلاستيك بتاعي اللي هو التبر وير، واروح على الكاشير احاسب وامشي. بيا جونسون عملت كتاب عن زيرو ويست هوم وترجم بلغات كثيره جدا وانتشر. يعني من الحاجات اللي قالتها وعجبتني قوي، يعني اللايف ستايل ده مش وفر لها كمان فلوس، ده وفر وقتها. تخيلوا لو احنا مثلا اوضه الانتريه بتاعتنا مليانه فازات وانتيكات وتحف وعفش كتير، تمام، لما تيجي تنضفي هتاخدي وقت قد ايه عشان تقعدي تشيلي كل فازه وتنضفيها وتنضفي تحتها والحاجات دي كلها. فقالت ان انا لما بيتي بقى بسيط سيمبل، ما فيهوش عفش كتير، ما فيهوش اساس كتير، ما فيهوش ديكوريشن كتير، ما بحتاجش وقت كتير عشان انضفه، بقيت مثلا اجيب الفوطه وانضف. حتى ادوات النظافه بتاعتها يا جماعه عباره عن حاجتين، خل وملح وفوط قماش بتنضف بيها. فقالت مثلا بتقول هو ليه مثلا ليه مسحوق، في مسحوق خاص بالهدوم ومسحوق خاص بالمطبخ او الرخام، ليه مسحوق خاص او ديترجنت خاص بالاطباق والشوك والمعالق. هي بس بتستخدم منتج واحد هي حضرته في البيت، عندها عباره عن خل وملح وملح اسمه ملح الليمون او ملح الليمون حاجه زي كده، وهي بتنظف كل حاجه. حتى المسكره بتاعتها عاملاها هوم ميد، عاملاها من اللوز محمصاه وبتحرقه وبعد كده
تطحنه لغايه ما يبقى باودر وتحط عليه ماده كده عشان تعمل مسكره. المكحله عندها مكحله جايباها من المغرب. الليب بالم بتاعها بتعمله مثلا من اللي هو البيتروت اللي هو البنجر وهكذا. فبقت البدائل بتاعتها كلها حاجات طبيعيه لما بتحتاجها بتفكر ان هي ازاي تعملها من المطبخ بتاعها او من بيتها بحيث ان هي ما تضطرش ان هي تشتري حاجات متعبيه في البلاستيك بلس ان فيها كميه كيماويات كتيره جدا. يعني هنفكر في الشامبو بتاعنا لما نيجي نقرا العلامه دلوقتي يقول لك في سلفيت فري وسلفيت مش فري والسلفيت فري اغلى بكتير. فقالت طب وليه؟ طب ما انا هحضر الشامبو بتاعي. او هي عندها شامبو بار او عندها بار كده صابونه بتقدر تستخدمها كشاور جل، بتستخدمها بديل للشاور جل، بتستخدمها بديل للشامبو، بتستخدمها بديل للشيفنج كريم اللي هو لو هي عايزه تعمل شيفنج بتستخدمها. فبتستخدم ده لكل حاجه، بتستخدمها لوشها. فهي جايبه الصابونه اللي هي الطبيعيه وبتستخدمها لكل جسمها اثناء الشاور. منتجات التجميل بتاعتها الطبيعيه، حتى الديودرنت بتاعها معمول من الشبه. انتوا متخيلين هم ما عندهمش في بلدهم شابه؟ راحت كانت في بلد بتزورها فلقيت الشابه فبتستخدمها كمزيل للعرق بدل ما تجيب مزيل عرق مليان كيماويات وكيميكالز كتير وعشان كده الصلاحيه بتعيش بالثلاث سنين وبالسنتين. فهي بتستخدم حاجات طبيعيه فده بيعود عليها على صحتها وبتوفر فلوسها كمان ان هي صديقه بالبيئه. اقرب حاجه ان هي وفرت وقتها واستخدمت وقتها ده للشغل بتاعها للبزنس بتاعها بدل ما نقعد نعمل يوم الجمعه للنظافه ونقلب وسجاد ونغسل. لا، هي الوقت ده بتستخدمه لشغلها. انا بصراحه اتبعت اللايف ستايل بتاعها ده مده طويله جدا ولغايه دلوقتي انا عايشه على نظام المينيماليزم. اتبعته فتره من ساعه 2016 لما بدات اعيش لوحدي. في الاول كنت يعني كان صعب عليا شويه عشان اطبق وانا مشكلتي ان انا لما بحب ابدا حاجه ببدا بيرفكت فببقى شده العزيمه قوي. انتوا لو حابين تطبقوا النظام ده واحده واحده بشويش اتعلموا، ما تاخدوش الموضوع بعصبيه كده زي ما انا اخدته في الاول، لان بصراحه انا لما ببقى عايزه حاجه لا انا عايزاها كده بالظبط. فاخدوا الموضوع بشويش واحده واحده، جيبوا ورقه وقلم اقعدوا اكتبوا الحاجات كده اللي انتم محتاجينها. امسكي الدولاب بتاعكم فنطوه يا جماعه، الحاجات اللي بقالها شهر وشهرين ما اتلبستش. انا اول ما بدات اعيش لوحدي فطبعا فنطت كل حاجتي، فنطتها كده، دي الحاجات اللي انا محتاجاها، ده اللبس الشتوي، ده اللبس الصيفي، الحاجات اللي انا كنت عماله اسوف هلبسها وما البسهاش حطيتها على جنب. حتى الفرنيتشرز والتحف والحاجات اللي انا كنت شاريها الانتيكات والكاندلز وي 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 حطيت الحاجات دي كلها على جنب. بعت حاجات كتير جدا سكند هاند على جروبات على الفيسبوك، تقدروا تبيعوا حاجات كتير جدا على الفيسبوك على الجروبات. وحاجات كتير جدا يعني بعتها سكند هاند. تاني حاجه بقدر اتبرع بالحاجات اللي هي ما اتباعتش، بقدر اشوف اي جمعيه خيريه تتبرعوا للحاجات دي ليها. صفصفي كل حاجه، خلي حاجاتك كده معدوده ومحدوده، هتحسي كده حطي لها فريم، هتحسي ان انت مترتبه من جواكي. عارفين انتوا الاحساس ان هو كل حاجه كده بتصحى الصبح الدنيا رايقه الدنيا مترتبه مش محتاجه ان انا اقعد انظف، كل حاجه كده متسويه ومتنظمه. النظام ده كمان ساعدني ان يعني ما بفكرش في الاكل كتير، ما اعرفش ليه. يعني لو زي ما قلت لكم لما بشتري حاجه لازم اروح السوبر ماركت او الماركت واروح اجيب الطلبات واجيبها طبعا بتكون باكج فري واخدها البيت واقعد ابتدي عمليه التحضير واكل. فده خلاني اعمل عمليه البدائل، يعني بدل ما اشتري شيبسي غير صحي بقيت اعمل الشيبسي بشكل صحي في البيت في الفرن. لما اشتهي شوكولاته مثلا اروح اعمل كب كيك بشكل صحي في البيت، يعني بجيب المكونات بلس ان انا يعني بدل ما تروح تجيب كب كيك مليانه سكر وعليها حاجات كتير انت ما بتبقيش عارفاها وعليها مواد حافظه عشان تعيش فتره طويله، انت بتحضري الحاجات دي في البيت طبعا زي ما قلنا بمكونات مقادير انت بتبقي شاريه، يعني جايبه حاجات نظيفه. مقادير الاكل دايما استنضفوا، جيبوا زيت الزيتون، دي جوز الهند، جيبوا الحاجات المقادير اللي تعود عليكم على صحتكم. وتعملوا الحاجات بسيطه كده صغيره، نفسك في كب كيك تعملي حاجه صغيره ما تعمليش حاجه كبيره، نفسك يعني تعمليها على قد الوجبه، بلاش نعمل كميه كبيره من الاكل عشان طول ما هي في التلاجة مش هنسيبها مش هنرحمها هناكلها. طيب
المسكن ده ساعدني ان اخسر وزن كتير جدا، لاني بدات اكل بشكل طبيعي بشكل صحي اكتر من غير ما احس حتى، يعني نسيت موضوع ان انا فكره ان انا لما اعوز شوكولاته اروح السوبر ماركت، لا افتح الدولاب عندي كده بتاع المطبخ واشوف ها انا هعمل ايه. عندي موزه، عندي بيضه، عندي كوكونات باودر، عندي مابل سيرب، اعمل خلطه كده مع نفسي واحطها في الميكرويف تطلع حاجه زي الفل مع كوبايه قهوه او شاي في البيت زي الفل، تمام مش محتاجه اكتر من كده. فخسيت وزن كتير جدا على اللايف ستايل ده، بلس ان انا وفرت فلوس كتير جدا، لان طبعا انا ابدعت في الموضوع ده شويه بكتير، ان انا مثلا لو انا قاعده في الشقه بطفي جميع الانوار، بولع النور بس في الاوضه اللي انا قاعده فيها، يعني مش معنى ان انا قاعده في اوضه النوم سايبه بقى الصاله والحمام والمطبخ الانوار، لا بقفل قبل ما بسيب الشقه، بقفل كل الانوار تقريبا، بقفل كل الانوار ما عدا الثلاجه هي اللي بتفضل. فده وفر لي اللي هو بقيت اركز فواتيري، لان الفواتير طبعا دي جزء كتير جدا من البادجت بيروح فيها، فلازم تقعدي كده مع نفسك تعرفي فلوسك بتتصرف ازاي. بطلت شوبينج، ما عدتش بحب اعمل شوبينج، بقيت بسيطه جدا في لبسي، بقيت بحب اللبس الانيق الهادي البسيط، ما بحبش يكون عندي 15 شنطه، ليه يكون عندك 15 شنطه؟ هم شنطتين ثلاثه، ليه يكون عندك مثلا 10 بناطيل؟ هم 3 بناطيل. عايزه اشتري حاجه جديده بشتري، يعني طبعا ما فيش سكند هاند في مصر بصراحه صعب يعني لبس، فبشتري بس في المقابل بتخلى عن قطعه لبس. واللايف ستايل ده كمان ساعدني حاليا في السفر، لان انا دلوقتي بسافر انا وزوجي ادي، بنسافر سفر بطيء، يعني هو معاه شنطه وانا معايا شنطه، وبنلف العالم بالشنطتين دول، نقعد في مكان شويه نستجم نستمتع بالكالتشر، نتعرف على المكان، نزهق نلم شنطنا ونروح مكان جديد. وكنت كلمتكم في عن السفر البطيء في الفيديو اللي فات، هحط لكم برده اللينك في الديسكريبشن بوكس. ليه مميزات كتير جدا، خاصه لو انت زي نفسك تسافري وتلفي العالم وتروحي هنا وهنا وهنا وهنا، فلازم تتعودي ان انت تكوني شخصيه مقله جدا في كل حاجه، يعني مش لازم استشوار ومش لازم البيبي ليس وي وي وي، يكون عندك المشط وزيت الشعر وخلاص وشكرا على كده، مش هتحتاجي علبه الميك اب، لا هي كحل ومسكره وحاجات بسيطه وشكرا على كده، والليب جلوس وخلاص او الليب بالم وخلاص. لازم تعودي نفسك على المينيماليزم، الحياه البسيطه جدا الاقتصاديه جدا، والحياه دي يا جماعه فيها سعاده كبيره جدا، لان بتحسي بالرضا، بتحسي بالبساطه، بتحسي بالطبيعه. ودايما بوصيكم طول ما انتوا عايشين في حياتكم في 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 اليوم بتاعكم، خليكم بسطاء، خليكم ارجعوا للطبيعه، مش لازم يعني الحاجات تبقى مكلكعه وكبيره. يعني انا مثلا ما كنتش اتخيل ان انا بقالي 8 شهور بغسل على ايدي، ما عنديش غساله، يعني احنا بنقعد في اوضه بحمام فما فيش اوبشن الغساله بيبقى موجود، فلا اما تطلعي هدومك تتغسل بره لا اما انت تعمليها، فانا دايما بفضل ان انا اعملها. فانا الغساله بتاعتي من 7 شهور عباره عن اللي هو الطبق وبجيب المسحوق وبغسل على ايدي وخلاص وشكرا. فالحياه البسيطه حلوه جميله، بتحسسك بالطبيعه، بتحسسك بالسلام. دايما طول ما انت ماشيه يعني في الاول هتبقى الحياه دي هتبقى شويه صعبه معاكي، اللي هو انا لسه هقوم اطفي النور، لا لما تعرفي ان لما انت تطفي النور هتوفري فلوس لنفسك، والفلوس دي تقدري تجمعيها وتعملي حاجه نفسك كان نفسك تحققيها زي السفر، او تشتري لنفسك حاجه قيمه فعلا مش جاست اكل او لبس والكلام ده. يعني بطلوا شوبينج يا جماعه، الشوبينج بصراحه يعني حاسه ان يعني هو يعني البنات قاعده في البيت زهقانه ما مش لاقي حاجه تعملها غير ان هي تطلع طاقتها في الشوبينج، فحاولوا دايما، هتلاقوا دايما في فيديوهاتي بقول لكم بلاش شوبينج، خلي عندك حاجات بسيطه في البيت دايما، يعني اختاروا الكواليتي اوفر كوانتيتي، خلي عندكم جيبوا حاجه قيمه احسن ما يكون عندك حاجه واحده قيمه احسن ما يكون عندك 5 حاجات. فدايما يكون عندك الحاجه الكويسه اللي تعيش معاكي اللي تفيدك الطبيعيه البسيطه عن الحاجات الكتيره والهرجله والزحمه والكلام ده.
انا اتبعت اللايف ستايل ده من زمان وما كنتش متخيله ان هو مش بس هيوفر لي فلوس ويساعدني ان اكل صحي واستثمر في صحتي وان اوفر وقتي، لا كمان حسيت بالاعتماديه بنفسي ان انا شخصيه مستقله قويه، عندي ثقه بنفسي، ممكن اتواجد في اي مكان، اقدر اعمل كل حاجه من العدم. يعني فعلا اللايف ستايل ده غير لي فعلا حياتي، واتمنى تجربوه وتقولوا لي إيه انتوا حسيتوا بايه. يعني خدوا اسبوع كده اللايف ستايل ده اتبعوه، اتفرجوا عليه واكتبوا لي حسيتوا بايه لما شفتوا بيتها وشفتوا اللايف ستايل بتاعها، حسيتوا ان انتوا فعلا نفسكم تحققوا ده وتبقوا زيها. فاللايف ستايل ده سبحان الله، يعني انا ابتديته مع نفسي عشان كنت لسه بادئه اعيش لوحدي، فكنت خايفه ان البادجت بتاعتي ما اقدرش ادفع فيها كل الفواتير واجيب اكل واصرف على نفسي، لان كان بالنسبه لي تحدي كبير ان اقدر اعيش لوحدي، فكان لازم اقعد كده اشوف ايه اللي خارج من فلوسي وايه اللي داخل من فلوسي، ولازم دايما دايما يكون اللي داخل من فلوسك اكتر بكتير من مصاريفك. يعني لازم المدخرات اعلى بكتير تكون من المصاريف، والمدخرات بتقسميها حاجات للاستثمار، حاجات للفسح، حاجات، يعني هنتكلم في الموضوع ده في حلقة جديدة. وحاليا انا بعمل فيديو كولز 1 to 1، لو انتوا حابين تتكلموا معايا تدردشوا ونعمل انسبيريشن لبعض نتكلم، ممكن تدخلوا على لينك الانستجرام بتاعي، انا حاطه لينك فيه، تقدروا تحجزوا السيشن معايا نتكلم فيس تو فيس فيديو كول. لو انت عندك عايزه تكلميني عن حاجات نفسك تحققيها، انا ممكن اعمل لك انسبيريشن واساعدك فيها واقول لك ازاي انا نجحت ان انا اوصل واحقق نفسي، سواء ان انا اعيش لوحدي، ان انا انظم مدخراتي وفلوسي واقدر استثمرها، ازاي بدات اسافر واحقق نفسي واكسب فلوس وانا بسافر، وازاي اتقابلت مع زوجي الاجنبي ادي بقى الحمد لله سنه مع سوري يا جماعه ادي جه من ورايا عشان كان بيجيب طلبات البيت. اوكي، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، لو حابين تتكلموا معايا فيس تو فيس ادخلوا على الانستجرام بتاعي، سايبه لكم اللينك في الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا فيه لينك تقدروا تحجزوا معايا السيشن كول 1 تو 1، نقدر نتكلم ونرتب افكارك ونرتب احلامك، ترتبي احلامك معايا واقول لك ازاي ايه الخطوات اللي انا خدتها في حياتي عشان انجح واحقق ذاتي. وطبعا انا اتمنى لكم النجاح والسعاده والتوفيق، واتمنى لكم كل حاجه حلوه، اتمنى فيديوهات تكون بتفيدكم وبتكون ساعدكم، وما تنسوش تدعموني بالسبسكرايب والاشتراك في القناة. اشوفكم في الفيديو، باي باي.